توجد المحكمة بان وحسب ما أدى به دفاع أحد المتهمين فيما يخص المفجر التحقيق دلب وثائق، رغم أنها مشمولة بالسرية لكن دلب معطيات وثائق، وتبين من خلالها أن دنيا باتمان متورطة أكثر من هذا المتهمين ديال البارح. وبالتالي التوجه بان أن سنتين اللي زرنا سنتين العقوبة الحبسية اللي زرتها المحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاث، هذا هو التوجه. وربما باطما ستنال ما ناله هاد المعتقلين الثلاث، ودنيا باطما متبعة بستة الفصول. إضافة أن مركز الوطن لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل سيضع شكاية مباشرة في المواجهة ديال هاد المغنية على إثر ما نشرته في حساب ديالها في موقع التواصل الاجتماعي. ممكن لكم نشير لكم أن هاد المغنية اللي اخترت ممارسة الإجرام أو الأمور المجرمة بدل الخيرات في المسار الغنائي أو الفني. دنيا باطمان صارت مجموعة من التدوينات وتحتوي على بيانات المحكمة الابتدائية، وهذا موضوع معاينة ديال المفوض القضائي المحكمة الابتدائية، ودرنا لهم معاينة وسنقوم بشكاية الوكيل العام محكمة الاستئناف ضد أحد الموظفين الذي سرب هذه البيانات المحكمة الابتدائية، كذلك ضد الموظفة كتبته في تعليقاتها وتدوينتها. وهذا 447 448 راه واضح، درنا معاينة المفوض القضائي، وحنا في حاليا في اتخاذ الإجراءات في سبل اتخاذ الإجراءات القانونية في المواجهة ديال هاد المسمات دنيا باطمة. دائما اخترنا اللجوء للقضاء، وهذا أسلوب حضاري لن نرد عليه بالمثل، ما غاديش نطيحوا في الامور الممقوته التي يمقوتها المغاربه والمنبوده اخلاقيا. المغاربه الشرفاء والحرار عمرو ما كانوا تيطعنوا في العرض والشرف ديال خوتهم المغاربه، وهذا هو الفخر اللي طحت فيه هذه المغنيه، عوض التحلي بالاخلاق الحميده التي تحلى بها الفنانون الحقيقيون. الفن رساله، والفن امانه، والفن اخلاق، والفن تربية. هاد المغنية جعلت المغاربة ينبوذونها ويتنكرون لها ويمقوتونها ويتبرؤون من أفعالها. الكل ينادي بمحاكمة هاد المتهمة المسمات دنيا باطمة. من فتح الحساب أول مرة هو هاد المسمات دنيا باطمة وهاد المتهمين الثلاث، إضافة إلى مجموعة معتقلين وسماع جمي ومسمى على قد بن زرهون، وهم يحاكمون الآن محاكمة على مستوى محاكمة جماهيرية إعلامية يتابعها الرأي العام، ومحاكمة قضائية محكمة. بمعنى أن دنيا باطمة تحاكم الآن محاكمتين، محاكمة جماهيرية يتابعها الرأي العام، والكل يطالب محاكمة المتهمة، إما مغاربة الوطن أو مغاربة خارج الوطن، مغاربة المهجر. وحتى مجموعة من الدول العربية تتابع هذه المغنية وستنال جزاءها. ونحن في مركز الوطن لحقوق الإنسان لن ترهبنا علاقاتها أو من كانت تنشد لهم أو تغني لهم. سنواصل فضح زمرة الفساد المفسدين مهما كانت صفتهم أو درجتهم. بلغني أنها تقدمت بشكاية ولا يهمني شو شكايتها. أقول لها مرحبا بك في ردهات محاكم مراكش، فلتقطني بردهات محاكم مراكش. سنضع إن كنت وضعتي بنا شكاية سنضع بك مئات من الشكايات. أنا ابن مدينة مراكش وأفتخر بانتماء الى هذه المدينه ديال السلم، وهذه المدينه العتيقه مدينه سبعه رجال، وهذه المغنيه دنست هذه المدينه وجعلت الكل يلتحم ويطالب بمحاكمه ديالها. الكل يعرف ان هذه المغنيه متهمه ومتابعه من طرف القضاء، والكل يتابعها ما ترميه من مواقع التواصل الاجتماعي لا يجسد الواقع، الواقع كله يعرفه. اما العالم افتراضي ديال الصور ديالك ولا تستحي وتغني داكشي تيبقى لك هي
بمعنى أن العالم افتراضي بعيد كل البعد على ما هو واقعي. ما يمكنش واحد متابع من القضاء بستة الفصول وعنده مئات من الشكايات وعايش هاني. اللهم إلا كان عنده نظريات تنطبق عليه نظرية النمبروزو اللي فيها في القانون الجنائي. نظرية المجرم الفطرة. وأكيد تعرفوا كنا أن لونتوراج ديالها تبرع منها وحتى الكارير الفني حرق في أوجه. عندها 25 سنة 24 سنة تحرقت هذه المغنية هذه واختارت أمور إجرامية ستندم عليها حيث لا ينفع الندم.